صباح الخير مشاهدينا. عايز اسالكم ايه اول حاجه بتفكروا فيها لما تقرروا تحسنوا من صحتكم النفسيه؟ طب سمعتوا قبل كده عن فن اسمه فن المندالا اللي ممكن يساعدكم انكم تسترخوا وتفرغوا من طاقتكم السلبيه؟ فن المندالا او فن البهجه هو عباره عن فن مبني على رسم الدوائر والاشكال الهندسيه بشكل متكرر ومختلف، وهو كمان فن حر مش مبني على اي قواعد فنيه، وده اللي بيخلي الشخص يعبر عن اللي جواه بحريه كامله. ناس كتير جدا بتحب فن المندالا لانه بيطلع طاقة سلبية كتير، بيساعد على الاسترخاء، بيكون الشخص اللي بيرسم مندالا بيكون مركز قوي، فبيكون مركز جدا وهو بيرسم التفاصيل بتاعته، لأن التفاصيل بتاعت المندالا دقيقة جدا في رسمها، فلازم يكون مركز، فبحس إن هي بتصفي الذهن، فالناس بتكون مقبلة عليه بشكل كبير. وسمعت معلومة بتقول إن بعض الناس بتسميه فن البهجة لأنه بيدخل السرور والفرح على النفسية، عشان كده يعتبر من الفنون اللي أثبت علمياً دورها الإيجابي في معالجة التوتر الناتج عن ضغوطات الحياة. فن المندالا بيبنى على النقش الدقيق المتوازن والمكرر، وكمان بيعتبر أحد طرق تفريغ طاقة الحزن والغضب، وبيستخدم للتخلص من التوتر العصبي، خاصة إنه بيخلي الشخص اللي بيمارسه وكأنه بيغرق بالكامل في لوحة فنية بيخلق لها حالة كبيرة من التوازن النفسي. فن المندالا له علاقة كبيرة بالصحة النفسية، لأن الناس اللي بتمارس فن المندالا بتكون محتاجة للاسترخاء وبتكون محتاجة لتصفية الذهن، فهو بيقلل الضغوطات وبيخلي الشخص أكتر مسترخي ومركز أكتر في الفن اللي بيعمله، فده بيساعده على أنه زي اليوجا كده. وانا جيت هنا لاكاديميه الفجيره للفنون الجميله عشان اجرب ارسم بنفسي فن المندالا اللي سمعت عنه كتير وعايزه اعرف ايه علاقته بالصحه النفسيه، فخليني اجرب وهنقل لكم النتيجه، خليكم معايا. الحاجه اللي عرفتها ان فن المندالا هو فن حر مبني على الاشكال الهندسيه، حقيقي اتحمست وهبدا اجرب ارسم. بجد فن البهجة بيخليك تعبر عن اللي جواك بطريقة حرة، وهو ده اللي بيميزه، هو إنك بتفرغ طاقتك السلبية من خلال الرسم للأشكال اللي عايزها. وكمان سمعت معلومة بتقول إن سبب ارتباط فن المندالا أو فن البهجة بالصحة النفسية هو إن الأشكال الهندسية المعقدة فيه بتعطي تغذية بصرية بتأثر على الدماغ بصورة إيجابية. تجربة فن المندالا مختلفة عن باقي الفنون لأنه فن بيرتبط بالتعبير الداخلي للأشخاص. في البداية يمكن بعض الناس بتحس بتوتر، بس مع الاستمرار بيوصلوا للهدوء الداخلي لأنه بيساعد على التركيز، خصوصا لو تمت ممارسته في مكان هادي. وهنا كانت نهاية تجربتي اليوم، وانتوا كمان مشاهدين تقدروا تخوضوا التجربة وأكيد تحسنوا من صحتكم النفسية.